كويسة؟ هنروح فين؟ أي مكان أنت عايزه. صباح الفل. صباح الفل، اتفضل. ركب محل تحت أمرك. أنا دخت في السوق عشان ألاقي الأخرى، مش لاقي منها خالص. ألاقيهاش عندك؟ لا والله، دي مفيش منها، لا قديم في الوكالة ولا جديد في السوق. ها؟ لا راجل. واللي جيت لك منها؟ هي شكلها جديد. عندك منها؟ عايز كام؟ ده انت جاهز بقى. بؤمر. هناخد في الاول 20 حتة، وبعد كام يوم عدى عليا اقول لك ايه الحالة. انت مش تقول لي بس هتاخد مني الواحدة بكام؟ 60 جنيه. انت لسه بتقول مش موجودة في السوق. ب 80 جنيه وهتاخد مني 100 حتة. قلت ايه؟ متفقين. مين يا ماما اللي مد ايده على فلوسي تاني؟ ساكتة ما بترديش ليه يا ماما؟ معلش يا هالة. اصل ابوكي اتزنق تاني يا بابا. حرام عليك، انت عارف ان دي فلوس محسن اللي محوشها معايا. حرام عليك بقى. هعمل لك ايه يعني؟ ما انت عارفه كبير وغطاء. لا كبير ده بقى لازم يشوف له غطاء غيري. انا زهقت خلاص. وبعدين انتوا عارفين تجوزوني ولا سايبيني اجوز نفسي؟ حرام عليكم. ما احنا جبنا لك عريس مريش كان هيشيل عنك وعنا الفقر. معلش يا هالة، ده انا حاسباهم بالمليم يا حبيبتي. ده انا حتى كاتباهم، وان شاء الله قريب قوي ابوك يقدر يرجعهم لك. هيرجعهم لي منين ان شاء الله؟ هيزودوا له مرتب ولا ايه؟ ربنا يسمع مني. يا ربنا انتوا عينك جيب ورا. ايه رايك ده؟ وحش؟ لا. شوف ده؟ انت عارف انت عارف. ده؟ اه. اوكي. اخده؟ اه اوكي. شو ما تبقاش بخيل. حط بقى. الحلقة عندكم بكام؟ 50 جنيه. طب حط شامبو كمان. دي ولا دي؟ كويسة. دي. دي كمان. السلام عليكم. اطلعي تاني. هاي فتاة سيدة كمان. ايوه. عميق. هاخد دي. أصلاً أنا شفت الفيلم ده قبل كده. بطل كده بقولي، مين اللي جايب لك الحاجات دي؟ دكتور فوزي عايز يتجوزني وانا موافقه. ارتحتي؟ لو عايز يتجوزك يجي قابلني ولا قابل اخوكي. لسه بنتعرف على بعض. وعزت اللي بيحب كرامه ايه ده شريكي. شاريني بكام؟ انا مش عايزه اتعذب في حياتي زيك. فوزي راجل جاهز، وعزتك ما عنديش استعداد اقعد جنبه سنين على ما يجهل. طلع على ابوكي ما يملاش عينك الا تراب. اسمعي، الحاجات دي ترجع له، ولو عايزك صحيح يجي قابلني ولا قابل اخوكي. مش يمكن بيضحك عليكي؟ انا ما حدش يعرف يضحك عليا. وبعدين هو فين اخويا ده؟ ما هو عايش وشاف حياته خلاص. على فكره اتجوز مروه عرفي. هو ما قالكيش؟ انا نازله. ما تاخريش. ها بابا، انت عارف اني بروح اذاكر عند اصحابي. طب ما تخليهم يجوا هنا يسافروا معاكي. معلش لو اتاخر هكلمك. طيب عايزه فلوس؟ لا باي. اه عايزه 200 جنيه. مروة طبخنا ايه النهارده؟ مفاجأة، هتاكل صوابع كرة. اسمها ايه بقى المفاجأة دي؟ اسمها فاهيتا. فاهيتا؟ بهون عليكي تعملي فيها كده برضو؟ ايه الهك اللي انت بتعمله ده؟ حلو قوي. عارف؟ مامي كانت بتقول الست عمرها ما تحس انها متجوزة الا لما جوزها ياكل من يدها. بجد؟ كانت بتقول ايه كمان؟ محضر السفرة الاكل هيتحرق. الو، ازيك؟
ايوه يا استاذ رمزي، الحمد لله على السلامه. انا عايز اشوفك النهارده الساعه 8. النهارده الساعه 8؟ تمام، هستناك تحت امرك. اسمع يا إيهاب، انت كنت عايز تعرف ايه الشغلانه اللي هتشتغلها معايا؟ اه طبعا يا ريت. عارف الافلام اللي بيسموها ثقافيه؟ مالها؟ هي دي اللي احنا هنشتغلها سوا، انا وانت. مش فاهم. انا هفهمك، يعني انتوا الاثنين هتناموا سوا وانا هصوركم ببيعها بره، عليها طلب كبير قوي. ايه؟ في كل مره هديك قد اللي انت خدته. الشغل ده بينزل على الانترنت بس مش شايف، يعني محدش هنا هيشوفه خالص. انتوا اكيد اتجننتوا، وما لقيتوش غيري. انا استحاله اعمل كده. ما انت عملت خلاص وصورناه. تحب تشوف ولا تتكسف؟ انتوا ازاي تعملوا كده؟ دي جريمه. ليه بتقول كده؟ ليه ما تقولش ان ده بيساعد الناس ويعلمهم علشان يقدروا يحبوا بعض اكتر؟ اكيد اتفرجت على افلام زي دي قبل كده. عمرك فكرت انها جريمه؟ شوف يا اهل، باختصار يا حبيبي هم 3 4 شهور ومش هسيبك الا لما يبقى عندك شقه تمليك وعربيه وفلوس في البنك. انا هوديكم في داهيه، هبلغ البوليس. وهتقول لهم ايه؟ غصبنا عليك تنام معاها بالعافيه؟ انا قلت لك هم شهرين وتبقى عايش ملك ويبقى معاك فلوس كتير. مش عايز فلوسكم الوسخه دي، انا هرجع لكم ال 10000 جنيه اللي خدتهم. قصدك ال 100000 جنيه؟ انت ماضي على وصل امانه ب 100000 جنيه. ايه؟ قصدك مضيت وانت مش داري، كنت ملهوف على الفلوس. فكر كويس يا إيهاب، دي فرصه كبيره. ولو مش عاوز اديني يا سيدي ال 100000 جنيه واديك الشريط بإيديا. انت ازاي تعمل فيا كده؟ وانا قلت لك تروح تنام معاه. عايز تقنعني انك ما كنتش تعرف القرف اللي هما بيعملوه؟ اعرف منين؟ انا شغال عندها دي جي. انا مش مصدقك يا سليم، ازاي تعمل في صاحبك كده؟ انا لازم ابلغ البوليس. ايهاب ايهاب اوعى يا ايهاب، الناس دي مش سهله، لو بلغت البوليس هيأذوك صدقني. يعني عايزني اشتغل معاكم في الدعاره؟ مش احسن من عامل في بنزينه؟ يا خسارة يا سليم، ما كنتش اعرف انك بقيت قذر كده. ازاي تتجوز من غير ما تقول وكمان عرفي؟ ترجع يحصل كده في اختك؟ حرام يا ابني حرام. واللي بيحصل فينا ده مش حرام؟ الشباب اللي مترمي في الشوارع لا عارف يشتغل ولا يتجوز ولا يعيش رجولته، مش حرام؟ ما فكرتش في ابوها؟ ما فكرتش فيا؟ ابوها ما وافقش، ولو كنت قلت لك ما كنتش هتوافق. وبعدين ايه الفرق؟ مش الجواز شهر؟ ادي الناس كلها عرفت. انا كنت عايزه افرح بيك بس بقول لك ايه، اول ما ربنا يفرجها عليك تتجوزها رسمي، وهعمل لكم فرح كبير خالص. اضحك بقى، مش خلاص ولا في حاجة تانية؟ مفيش. ايه ده عزك؟ ايه اللي جابك هنا؟ مش في ميعاد عشان اوصلك الجامعة؟ حق عليا اللي عايز ارحمكم من زحمة المواصلات. ما قلتليش، ايه رأيك؟ حلو اللبس ده؟ حلو قوي، بس أنا مستعجلة. ايه رايحة فين يا حنة؟ عندي مشوار كده. لا مشوار ايه؟ ده أنا عازمك على فنجان قهوة من 30 جنيه. في الاوتيليه. معلش يا عزت، خليها مره تانية. مالك انت؟ حاسه ان انت متغيره؟ ولا متغيره ولا حاجه، عادي يا عزت، بقول لك عندي مشوار مهم. عادي، باي باي، هبقى اكلمك. ازيك؟ ازيك؟ اتاخرت عليك؟ لا سكي، مفيش مشكله. معلش. ده برضه حلال؟ تعملي فيه انا كده؟ ده انا بحبك. بس
انت برضو معاك حق، انا اللي طلعت من توبي. عايز ادخل في سوق عاد زي النسوان. خضتني. جبت فلوسي يا قمر؟ محسن بابا خد من الفلوس اللي احنا محوشينها. يا نهار ابوك اسود، انت بتتكلمي جد؟ بس بقى بس ما تعليش صوتك، بلاش فضايح. فضايح؟ انت ايه شوط فضايح؟ مالك دول ايه؟ ما بيحسوش؟ مش عاملين لي اي حساب؟ مره يجيبوا لك عريس عليا، مره ياخدوا الفلوس بتاعتي. يعني انا شقطه بيطلع عين امي في الاخر هم يطوشوا فلوس؟ انت يعني انتوا شويه حراميه. بس بقى عيب كده، كفايه بقى، حرام عليك، انا لا منك ولا منهم. خلي اهلك ينفعوكي، انا تعبت. في ايه يا بنت مالك؟ في ايه؟ انا خلاص موافقه على عيسى اللي انتوا جبتوني. طب ومحسن؟ سيبنا بعض.